الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في الآيات التي فسرت او اولت في الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وكلامنا في هذه الحلقه في باب من الكافي الشريف في هذه الايه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله جمع في هذا الباب الكليني رضوان الله تعالى عليه بعضا من الروايات التي تدل على أن السابق بالخيرات في هذه الآية هو الإمام وهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام عنوان هذا الباب بقوله باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة عليهم السلام في البدايه نذكر تفسير هذه الايه المباركه هذه الايه في سوره فاطر الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله ويقول والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير يقول هذا الذي أنزلناه عليك لا باطل فيه، هو حق، لأن الله سبحانه وتعالى هو حق، وما يفعله حق، لا باطل فيه، لأن الذي يعمل الباطل إما يعمله لجهله، أو لحاجته، أو لخبثه، يعني أنت تروح بالنسبة إلى الناس تراهم الذين يعملون المنكرات، لماذا يعملون المنكرات؟ يقولون باطلا، لماذا يقولون باطلا؟ لا يخلو من إحدى أمور ثلاث، أحد أمور ثلاث، الأمر الأول الجهل، يعني لا يعلم بأن هذا الشيء باطل، لا يعلم بأن هذا الشيء قبيح، فيرتكبه. لجهله الأمر الثاني الحاجة يعني مثلا يظلم الناس يسرق الناس لأنه يحتاج لكي يبقى في السلطة مثلا لكي يمضي أموره يقضي حياته مثلا حس سواء حاجة مادية أو حاجة نفسية او يتخيل ان له حاجه هذا الامر الثاني الامر الثالث دنو النفس والخبث يمكن واحد يظلم لا لاجل جهله بان هذا ظلما ولا لاجل حاجته الى ذلك الظلم لكن لدنو نفسه وخباثه نفسه بعض الظالمين مثلا يلتذون من الظلم ينقل في أحوال بعض الظلمة أنه ما كان يتمكن من أن ينام إلا حينما يرى مقتل إنسان يقتل أمامه إنسان يرى تشحطه بدمه فيرتاح وينام مريض نفسيا فالسبب فعل القبيح أو الباطل احدى هذه الامور الثلاث والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك يعني لا هو جاهل سبحانه وتعالى عن ذلك ولا هو محتاج انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ونفسه وذاته في اقصى درجات الكمال لا نهايه لكماله فلان هذه الامور منتفيه عنه فلذلك كل افعاله تكون بالحق ذلك بان الله هو الحق ولذا القران الذي اوحاه الله سبحانه وتعالى على رسوله وكذلك سائر الكتب السماويه السابقه وجميع ما اوحاه حتى اذا لم يكن في كتاب كالاحاديث القدسيه كلها الحق والذي اوحينا اليك من الكتاب، هذه من بيانيه، يعني الكتاب الذي اوحيناه اليك يعني القرآن هو الحق. زين الكتب السماوية السابقة ايضا انزلها الله سبحانه وتعالى، فلا تناقض ولا تنافي بين القرآن وبين الكتب السماوية السابقة غير المحرفة، لذلك القرآن يصدق تلك الكتب وهو اعلى منها لذا يهيمن عليها مصدقا لما بين يديه يعني الكتب السابقه التي انزلها الله سبحانه وتعالى على انبيائه. ان الله بعباده لخبير بصير. هذه الكتب تنسجم مع التكوين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. الانسان له تكوين هذا التكوين من جسد ونفس وروح ماذا ينسجم معه وماذا لا ينسجم معه الله يعلم بذلك لذلك تشريعه كان مناسبا لتكوينه البشر قد يشرعون تشريعا ثم بعد فتره يلتفتون الى ان هذا التشريع لا ينسجم مع طبيعه الانسان مع جسم الانسان مع روح الانسان مع نفس الانسان لذا يغيرون تشريعهم لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الانسان فلذلك يعلم كل تفاصيل الانسان ويعلم ما يصلحه مما يفسده لذا تشريعه كان مطابقا لتكوينه لا بون بينهما ان الله بعباده لخبير يعني يعلم بواطنهم بصير ناظر الى اعمالهم زين فهذا الكتاب الذي انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله هو الحق زين بعد الرسول صلى الله عليه واله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ القرآن بعد الرسول هذا ليس في يد المسلمين فقط غير المسلمين أيضا القرآن متوفر لديهم إن يعني الآن إذا واحد الآن في هذا الزمان غير مسلم يريد يقتني نسخة من القرآن الكريم يتمكن نعم بل في كثير من الأحيان المسلمون يترجمون القران او القران باللغه العربيه مضافا الى الترجمه يطبعونه بلغات مختلفه ويوزعونه مجانا او هديه ثمن زهيد لكي يطلع غير المسلمين على القران ليؤمنوا به وليسلموا فالقران كنسخه كتاب بين الدفتين هذا ليس خاصا بالمسلمين، لذلك في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب لا يراد نسخ القرآن الكريم. هذه ليست بيد المسلمين فقط بيد الجميع. فالمراد علم الكتاب. هذا القرآن الله سبحانه وتعالى أودع فيه كل شيء من التشريع ومن التكوين. علم هذا الكتاب برحيل رسول الله صلى الله عليه واله لم يرحل معه وانما هذا العلم بقي ولكن في من بقي ثم اورثنا الكتاب يعني علم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فاذا في هذه الامه بعد الرسول صلى الله عليه واله هناك ناس اصطفاهم الله ما تقدر تقول كل مسلم الله اصطفى لأن في المسلمين هناك فسق فجر ناس لا يؤمنون على باقة باقل منافقون في المسلمين يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر هؤلاء ليس كلهم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى الاصطفاء خاص بناس يعني في الامم السابقه ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين وال محمد يدخلون في ال ابراهيم عليهم جميعا الصلاه والسلام. الاصطفاء هذه عمليه الله سبحانه وتعالى يخلقه هذا الانسان صافيا من الشوب من الكدر معصوما فلذلك هذا الاصطفاء خاص علم الكتاب عند هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من هم هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء بعض من عبادنا يعني الذي اصطفاه الله ايضا عبد لله، ليس كما تقول النصارى بالنسبة إلى عيسى انه ابن لله والعياذ بالله سبحانه وتعالى عما يصفون. لا النبي عبد لله كذلك ما الذين اتوا من بعد رسول الله صلى الله عليه واله هؤلاء الذين اصطفاهم الله عباد له والذين لم يصطفهم وانما خلقهم ايضا هؤلاء عباد لله. زين عباد الله هؤلاء ينقسمون الى اقسام ثلاثه القسم الاول فمنهم ظالم لنفسه فمنهم هذا الضمير يرجع الى عبادنا مو انه يرجع الى الذين اصطفينا الذي اصطفاه الله لا يكون ظالما لان الله اصطفاه هذا ضمير فمنهم يرجع الى عبادنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم يعني من العباد والضمير يرجع الى الاقرب لفظا فمنهم يعني من العباد ظالم لنفسه هذا لا يتبع الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى يظلم نفسه ومنهم مقتصد مقتصد يعني متوسط في العمل فلا هو ظالم ولا هو مصطفى المؤمنون. المؤمنون هؤلاء لم يصطفهم الله سبحانه وتعالى، لذا ليسوا بمعصومين. ذكرنا أن الاصطفاء خاص بالأنبياء، خاص بالأئمة، خاص بأولياء الله الكبار. مثلا مريم على نبينا وآله وعليها الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى اصطفاها. لذا لها درجة من العصمة مثلا مع أنها ليست بنبي ولا إمام لكن الله اصطفاه الاصطفاء خاص والمصطفى لا يكون ظالما فالمراد فمنهم يعني من العباد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد لا هو مصطفى ولا هو ظالم كسائر المؤمنين ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله من هو هذا السابق بالخيرات؟ الذي اصطفاه الله الذي اصطفاه الله سابق بالخيرات الآية الشريفة في سورة الواقعة ماذا تقول؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شوفوا الايه ماذا تقول؟ وقليل من الاخرين. لكن بالنسبه الى اصحاب اليمين ماذا تقول الايه الشريفه؟ واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود الى ان يقول ثله من الاولين وثله من الاخرين. بالنسبه الى السابقين والسابقون السابقون ماذا يقول؟ ثله من الاولين وقليل من الاخرين. لكن بالنسبه الى اصحاب اليمين يقول ثله من الاولين وثله من الاخرين. لماذا؟ لان المؤمنون كثيرون سواء في الامم السابقه او في هذه الامه الاسلاميه. كثيرون المؤمنون. لذا ثله من الاولين وثله من الاخرين. لكن السابقون السابقون الذين هم مقربون عند الله سبحانه وتعالى هؤلاء معصومون في الأمم السابقة لنا عشرات الألوف من الأنبياء ومن أوصيائهم في بعض الأحاديث عدد الأنبياء 124 ألف نبي هؤلاء كلهم معصومون فثلة من الأولين هذا فضلا عن أوصيائهم لكن بالنسبة إلى هذه الأمة وقليل من الآخرين لماذا؟ لأن المعصومين في هذه الأمة قليلون جدا الرسول محمد صلى الله عليه وآله ولا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وبعض الأولياء أيضا فاطمة الزهراء سلام الله عليها قليلون 15 20 25 ثلاثين قل أربعين لا يتعدون أكثر من ذلك لذا قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين زي نرجع إلى الآية اللي الآن نبحثها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ماذا تفسر الروايات هذه الآية الشريفة هذه الآية لها مصاديق المصداق الأول في عامة الناس تجي إلى عامة الناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى قسم منهم ظالم لنفسه الكفار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين المنافقون الذين لم تصح عقيدتهم من الفرق الإسلامية هؤلاء ظلموا انفسهم. القسم الثاني المؤمنون المسلمون الذين صحت عقيدتهم من الفرقه الناجيه. الثالث سابق بالخيرات هم الائمه عليهم الصلاه والسلام. هذا مصداق لهذه الايه الشريفه نفسر عبادنا تفسيرا مطلقا يشمل كل الناس. وايضا من مصادق عبادنا ذرية فاطمة سلام الله عليها السادة الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه واله عبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها هؤلاء ايضا عباد الله هؤلاء ايضا على أصناف ثلاثة صنف منهم ظالم لنفسه لم تصح عقيدته، يعني الآن ترى بعض الذرية الذين ينتسبون إلى آل البيت عليهم الصلاة والسلام بوسائط عقيدتهم ليست بصحيحة، قسم منهم عقيدتهم صحيحة، والقسم الثالث هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ايضا مصداق اخر لعبادنا من صحت عقيدتهم من ذريه فاطمه سلام الله عليها. هنا الظالم لنفسه بعد ظلمه مو في المسائل الاعتقاديه لان المفروض ان هذا المصداق من صحت عقيدته فظلمه لنفسه بالمعاصي يعني سيد من ذريه الرسول صلى الله عليه واله ارتكب معصيه. ومنهم مقتصد يعني سيد من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله مؤمن لا يرتكب المعاصي ومنهم سابق بالخيرات يعني الإمام عليه الصلاة والسلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام فإذا إحنا في كلمة عبادنا مصداق من مصاديقها جميع الناس مصداق من مصاديقها ذرية فاطمة سلام الله عليها سواء صحت عقيدتهم او بطلت وفسدت وفسدت المصداق الثالث ايضا ذريه فاطمه من صح منهم معتقده. هذه الايه تشملهم لان الايه لها عموم ولها مصاديق. في احاديث هذا الباب الائمه عليهم الصلاه والسلام يبينون ومنهم سابق بالخيرات باذن الله هم الأئمة. أورثنا الكتاب، أورثنا علم الكتاب، الذين اصطفينا يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء السابقين ماذا يكون مصيرهم في في الآخرة. يقول ذلك يعني السبق بالخيرات بإذن الله، يعني الله اصطفاهم لولا الاصطفاء لم يكونوا سابقين في الخيرات، فالفضل يرجع الى الله سبحانه وتعالى، يعني اذا انت شفت الرسول محمد صلى الله عليه واله هو كامل من كل الجهات، وهو افضل الخلق، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، مو واحد يغلو كما غلت النصارى حينما راوا لعيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام المعاجز فغلوا في عيسى رفعوه عن مرتبه البشريه واوصلوه واتخذوه ربا او ابنا لله سبحانه وتعالى لا هذا نحن لا نعتقد به رسول الله محمد هو افضل الانبياء وافضل من عيسى هو عبد الله لذا نقول واشهد ان محمدا عبده ورسوله حتى عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام اول كلمه نطق بها قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت اذا شفت معاجزه لان الله سبحانه وتعالى اجرى هذه المعاجز على يده باذن الله ذلك يعني السبق في الخيرات هو الفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى. زين نتيجة سبقه في إلى الخيرات جنات عدن يدخلونها، عدن يعني إقامة، لأن الإقامة في الجنة دائمة خالدين فيها. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يزينون بهذه الزينة هذه كرامة لهم. ولباسهم فيها حرير، يعني منعمين هناك. فإذا السابق بالخيرات هو الإمام، في الحديث الأول من هذا الباب يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام السابق بالخيرات الإمام والمقتصد العارف بالإمام. يعني عقيدته صحيحة سالمة. والظالم لنفسه الذي لا يعرف الامام سواء كان من المسلمين او من غير المسلمين سواء كان من ذريه فاطمه او لم يكن من ذريه فاطمه في الحديث الـ في حديث ثاني في الحديث الثاني سليمان بن خالد وكان زيديا قبل ان يرجع يروي عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه حينما خرج بتفصيل أذن له الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الخروج لكن الإمام الصادق لكن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأصحابه المعروفين في الخروج مع زيد لماذا؟ لأنه كان واضح أن زيدا في خروجه سيقتل وسيقتل أصحابه فالامام الصادق عليه الصلاه والسلام في ذلك الوقت مع انه اذن لزيد في الخروج هو كانت مهمته الاساسيه حسب ما تظهر حسب ما يظهر من الروايات نشر العلم، الاستفاده من الظروف بين بني اميه وبني العباس فلذلك كان يريد ان يحافظ على اصحابه لانهم لانه عليه عليه السلام علمهم فاراد ان ينشروا هذه العلوم، مو انه يذهب ويقتل ويقتلوا. وايضا ما كان يريد ان يصيبه ضرر من جراء ثوره زيد. حتى بني اميه لا يقولون ان جعفر بن محمد ايد هذه الثوره، فياتون للامام الصادق ويقتلونه مثلا. لان المهمه الاساسيه في ذلك الوقت كانت نشر العلم. لكن في الوقت نفسه قيام وثوره زيد ايضا كانت كان امرا مهما فلذا الامام عليه الصلاه والسلام اذن له زين من اصحاب الامام الصادق لم يخرج مع زيد اي احد لان الامام لم ياذن لهم الا سليمان ابن خالد خرج مع زيد وفي بعض الروايات انه اصيب في المعركه وقطعت يده وبعد ذلك رجع الى الامام الصادق وتاب، لان الامام ما كان اذن له. سائر الناس الذين خرجوا مع زيد كانوا ماذونين. وفي في احاديث في بعض الاحاديث ان زيد هو واصحابه يتخطون الرقاب الى الجنه. لكن اذا واحد الامام ما اذن له هذا ما له حق يخرج. فسليمان بن خالد خرج واصيب ثم تاب بعد ذلك. زين في هذه الفترة اللي هو خالف الإمام الصادق اجى سأل الإمام قال سألته عن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقال أي شيء تقولون أنتم أنتم الزيدية ماذا تقولون قلت نقول إنها في الفاطميين اصطفينا من عبادنا يعني الفاطميين، الفاطميين يعني اولاد فاطمه، ذرية فاطمه. اي واحد خرج بالسيف فهو الامام، ويجب على الناس ان يتبعونه. هكذا من عقائد الزيديه. الامام يقول له ليس كل من خرج بالسيف وكان من ذرية فاطمه هذا امام ويجب اتباعه. لا لعله انسان غير مؤمن يعني الآن في ذرية فاطمة ملايين من السادة ألا يوجد مثلا إنسان طالب رئاسة ليش يوجد زين إذا هذا الإنسان طالب الرئاسة حمل السلاح ولازم الناس يتبعوه يعني أفرض من هذه الحركات التكفيرية المتطرفة التي تكفر حتى الزيدية تكفر الشيعة زين إذا واحد لنفرض سيد من ذرية فاطمة سلام الله عليها زين أسس حركة تكفيرية تكفر الشيعة تكفر الزيدية تكفر سائر المسلمين وخرج بالسلاح ولازم على الناس يتبعوا لا لأنه يدعو إلى ضلال أنت إذا فد واحد من السادة الفاطميين حمل السلاح وكان صحيح العقيدة إذا كان بإذن الإمام زين أنت تتبعه لكن هذا مو معناه أنه إمام لان الامامه هي منصب تعيين من الله سبحانه وتعالى كما مر مرارا لذا سليمان بن خالد هنا يقول قلت نقول انها في الفاطميين قال ليس حيث تذهب لا هذا كلامك مو صحيح ليس في هذا من اشار بسيفه ودع الناس الى خلاف يعني مو كل واحد من الساده من الذريه جرد سيفه ودعا إلى باطل يدخل في هذه الآية، لازم تكون دعوته على حق. فقلت: فأي شيء الظالم لنفسه؟ زين من هو الظالم لنفسه؟ قال: الجالس في بيته لا يعرف حق الإمام. ما يعرف حق الإمام. سواء لا يعرف الإمام الذي عينه الله سبحانه وتعالى لا يعرف أن علي بن أبي طالب هو الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى أو لا عقيدة سليمة لكن عمل باطل يرتكب المعاصي مثلا ثم الإمام عليه السلام يقول والمقتصد العارف بحق الإمام المعرفة بحق الإمام مو فقط معرفة نظرية معرفة نظرية تجر عملاً العارف بحقه ليس فقط الذي يعلم، هذا لا يقال له عارف بحقه، فالابن له أب نسأله شنو حقوق الأب؟ يقول حقوق الأب كذا وكذا وكذا، لكن هو ما يؤدي هذه الحقوق، يعلم لكنه لا يعمل هل نقول انه يعرف حق أبيه؟ لا، هذا لا يعرف حق أباه حق ابيه. لذا المقتصد العارف بحق الامام والسابق بالخيرات الامام. في حديث اخر بيان مصداق من المصاديق. ولد فاطمه اعم من المؤمنين منهم وغير المؤمنين. هذا مصداق من مصادق عبادنا. السابق بالخيرات الامام، المقتصد العارف بالامام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الامام، يعني يكون من الفرق الاسلاميه التي ليست على حق. فاذا هذه الايه الشريفه ثم اورثنا الكتاب، يعني علم الكتاب، الذين اصطفينا من عبادنا وهؤلاء العباد فمنهم ظالم لنفسه الذي ليس بمسلم الذي هو من الفرق الإسلامية الباطلة أو الذي صحت عقيدته لكن عمله فيه معصية هذه كلها مصادق فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد لا هو ظالم لنفسه ولا هو سابق في الخيرات وهم عامة المؤمنين سواء كانوا من ذرية فاطمة هذا مصداق من مصادق المقتصد أو لم يكونوا من ذرية فاطمة لكنهم كانوا مؤمنين هذا مصداق آخر من مصادق المقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو خاص بالأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين